شوف من اولها كده واحنا لسه في مرحله قبل الجواز وعلى البر، لازم تبقى عارف كويس انت عايز انهي نوع من انواع الجواز. هي النهايه واحده للاسف، جواز بس الانواع مختلفه. انواع الجواز كتير جدا ما لهمش اي علاقه ببعض، كل نوع له ظروفه، موده، استعداده، الجو النفسي، الابلكيشن اللي لازم تسحبها قبل التقديم. ايوه يا ابني، عندك مثلا الجواز التقليدي، ده اشهر انواع الجواز، ده بيبقى غالبا جواز اجباري زي التجنيد كده، اللي هو بيتم عاده بعد انهاء الدراسه او وصول لسن معين. لازم تسلم نفسك، البنت قربت تخلص العشرينات تسلم نفسها، الولد اتخرج واشتغل ولسه هتلعب معاه يسلم نفسه، مسلوبين الاراده، مفيش اختيار، مش متطوعين خالص. الفرق بينه وبين التجنيد ان بتبقى التجنيد مدته محدده، لكن الجواز هنا يعني بيبقى للاسف مدته انت فاهم بقى. وجواز الصالونات أسوأ نوع تقليدي، لأنه بيبقى عامل زي مكتب خدمة العملاء كده. شوف الصالونات، تدخل تاخد رقم، تستنى دورك، تقابل المختص، تشوف مصلحتك ماشية ولا إيه الكلام، شوية مفاوضات ويمشي الحال أو ما يمشيش. وساعات جواز الصالونات بيبقى جواز صالونات التجميل. إزاي؟ دي لما واحدة تخطب لابنها البنت اللي بتروح لنفس الكوافير، تبقى ضامنة بقى إنها شافتها قبل وبعد التشطيب، وإن مفيش عيوب صناعة خطيرة فيها، إن كان على طلقية المعجون والشين البلاستيك والصنفرة الناعمة، لا فدول يندرجوا تحت بند الصيانة، يعني مفيش مشاكل، مش هنختلف. في كمان جواز القرايب. جواز القرايب بالنسبة لي ده هو ماما لما تكسل ومش عايزة تتعب نفسها خالص، لا عايزة تجازف ولا تفكر برا الصندوق ولا برا شجرة العيلة. عايز تتجوز، اتجوز بنت خالتك. طب مش بحبها يا ماما. هتحبها حبيبي بعد الجواز، مفيش مشكلة. يعني ايه التحول اللي هيحصل لها بعد الجواز؟ انا عايز افهم. ما انا عارفها من 25 سنة ما حبيتهاش، هقع في غرامها وهي بتحاسب محصل النور مثلا؟ هحب طريقة رصها لطقم التوابل؟ تقول لي يا واد احنا خبزينها وعجنينها. يا ماما اتجوز واحدة معجونة ليه بس؟ ايه جو الفرن الآلي ده؟ وبعدين ليه فجأة اصحى الاقي خالتي بقت حماتي؟ طالعة بدورين؟ بنوفر؟ ايه اللخبطة دي؟ طب خد بنت عمك، بنت خالك، طب مرات خالك، طب ابن عمتك، ايه؟ بتحافظوا على السلالة النادرة؟ ما بتدخلوش غريب ما بينكم؟ في ايه؟ في طبعا الجواز عن حب. اهو ده حلو، ده بقى النهاية السعيدة، حلم كل شاب وفتاة، جميل. بس هو مشكلة النوع ده انه تريكي شوية، خادع كده، ملوش ملكة، مش مضمون، لان سبب الجوازة نفسه غالبا بيختفي بعد الثلاث اسابيع من الجواز. يعني اخر اسبوع في شهر العسل تبدأ الغشاوة اللي على العينين اللي على شكل قلوب دي تروح، الميك اب يتمسح، الكحكة تتضرب، الشعر يتغسل، البيجامات الكاستور تطلع، الشبشب الزيكو يظهر، الخناقات على الريموت تشتغل، ويبقى السبب اللي اتبنت عليه الليلة كلها اتكل على الله. الميزة الوحيدة اللي بتفضل في الجوازة دي هي القصة الرقيقة اللي وقت الزنقة بيحكوها لأولادهم. تلاقي الأم تقول لأولادها أنا اتجوزت بابا عن حب، بقرف كده. أو لما تتخانقوا وتمسحوا ببعض بلاط الشقة، تفتكروا اللحظات الرومانسية اللي في الأول، أيام لما كنتوا بتختاروا البلاط ده سوا، بلاطة بلاطة عشان تمسحوه في الخناقات عن حب. وعندك طبعا جواز المصلحة، لو جه في دماغك مصالح الفلوس والورث وجو المسلسلات ده، لا 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 خالص، ده بطل من سنة 82 مثلا، فكك. أنا بتكلم عن جواز المصلحة المصلحة. إحنا طبعا عندنا مصالح كتير جدا، مصلحة الشهر العقاري، مصلحة الجمارك، مصلحة الصرف الصحي، مصلحة البريد، دي بتبقى بيئة خصبة جدا للجواز. ليه؟ أعداد مهولة من البشر، غالبا مفيش شغل، فراغ شديد، وقت طويل، وشهم في وش بعض، مفيش مهرب، بيتجوزوا. عشان كده عملوا مصلحة الجوازات. أنت كنت فاكر مصلحة الجوازات اللي هي بتاعت جوازات السفر وال... طبعا. لا ما انا كنت فاكر زيك كده. لكن جواز السفر بالنسبه لي هو اللي بيتجوز مثلا خواجاي علشان ياخد الجنسيه ويهاجر على بلدها، او اللي بتتجوز واحد عايش بره عشان تسافر معاه. ده حول زي اللي بيروح السينما عشان ياكل فشار بس، او بيتفرج على فيلم وثائقي عشان يسمع المزيكا، ده مش مظبوط. وفي بقى الجوازات السريعه، دي بتبقى غالبا فيها مشكله، مصيبه بتتلحق، جمعيه بتتلم، اعاره هتطير. الجو ده، الجوازه دي عامله زي الاير باك بالظبط اللي بتطلع في الحوادث كده، بتقلل الصدمه بس بتعورك في وشك، ايه لازمتها؟ دي عكس بقى الجوازات الجملي اللي هي على نار هاديه، اللي هي البنت والولد بيبقوا متصاحبين 3 سنين ثانوي، ويقروا فاتحه 4 سنين جامعه، ويتخطبوا رسمي بعد التخرج 8 سنين كمان، يزهقوا من الوضع ده فيكتبوا الكتاب، سنتين واربع شهور فجاه يقرروا يتمردوا على التقاليد، ياخدوا شقة إيجار جديد ويجيبوا أوضة نوم من المناصرة ويتجوزوا خلاص. الله ما كمل أول ده، انتوا دفعتكم لواءات يا ظلمة، كان إيه طموحكم؟ معلش يعني دوبلكس في جزر المالديف مثلا على ناصيتين، اتفاجئتم؟ ما كمل أول. لكن عموما في كل الأحوال اتجوز، لو جوازتك حلوة هتبقى سعيد، لو جوازتك وحشة هتستفيد برضو، هتبقى مفكر، محلل، فيلسوف، عميق، ممثل، تمال تعمل حاجات كوميدي سخيفة زي واحد صاحبي يعني بيعمل حاجات شبه كده. بس انت نسيت تتكلم عن الجوازة التانية. شش اخرس، جوازة تانية؟ انت اتجننت؟ اي حاجة اكلمك فيها تقولها على الملأ كده؟ بيتهيألي ان في جوازة تانية. ايوه الجوازة التانية دي مش نوع اصلا.